لابد أن أقدم الشكر لكل من ساهم في هذه المسيرة. حرصنا كل الحرص الحقيقة على أن تكون راي والقلب تايمز من الصحافة الرصينة ذات المعلومة الصحيحة، المعلومة التي نبحث عنها، وفي حقيقة الأمر صحافة بدون جمهور وبدون قارئ لا معنى لها.
بالنسبة لنا طبعا كل الموظفين وكل من ساهم في هذه المسيرة خلال هذه السنوات الطويلة له كل الاحترام، وجهودهم كانت جهود كبيرة وساهمت مساهمة فعالة في هذه المسيرة، فلهم الشكر الجزيل من الجميع. هذه المسيرة كانت في بداية الأمر حلم، يعني من السعادة أن يرى الإنسان هذا الحلم يتحقق ويتطور، ويرى العاملين في هذه المؤسسة يقومون بدور كبير وجبار من أجل أن تستمر هذه المسيرة. يعني كان حلما فأصبح واقعا.